السلام عليكم خوتي خواتاتي داخل المغرب خارج المغرب كي دايرين بخير كي دايرين مع الصحيحه كي دايرين وليداتكم الازواج ديالكم الوالدين الامهات الاباء الوالدين اخوتي اش نقول لكم اخوتي اقسم بالله العلي العظيم اقسم بالله العلي العظيم اقسم بالله العلي العظيم ثلاثه مرات المرات الى هاد الحسن راكم غتاخذوا الذنوب ديالو هاد الحسن اللي طايح الفراش راكم غتاخذوا الذنوب ديالو اش بغيتو عندو اش بغيتو عندو الله يعمل سيدي ربي ينزل عليكم المرض ديالو انا بغيت ربي يعفو عليه وهادو اللي مشاو ضربوا ليه القناه ديالو بغيت سيدي ربي ان شاء الله يج... المرض بغيت ربي هو يشفيه ويوقفوا لوليداته وانتم بغيت لكم هذاك المرض ديالو بغيتكم طيحوا الفراش بحالو هو لا طاح 3 سنين وباقي كيعاني انا بغيتكم طيحوا 30 سنه ما تنوضوش شكون هاد الحماره ولا هاد الحمار اللي خول ليه راسو انه وحيته ليه القناه ديالو اش بغيتو عنده كيهضر على الالم ديالو على المرض ديالو سوقكم تحيه الحنان مولات الزبيبه وتحيه الخويا الزروالي حنا اللي كنغوتو وكنطلبو كناشدو وناشد خويا الزروالي ولبى النداء الحمد لله وتحيه لخويا الزروالي وموتو يا الحساده وطرطقوا يا الحساده حنا مولا زبيبة وخويا الزروالي حنا الجيش ديالهم غادي نهضروا اليوم غادي نهضروا غدا والحسان غادي يدير العمليه ان شاء الله وغادي يبرا وغادي ينوض لوليداتو وعندو المفاجات الكبار وطرطقوا موتو يا المسمومين يا المغيارين اللي مش ضرب ليه القناه ديالو نبغي ربي يعطيه ضربه بغيت ما يدخل عليكم هذا الشهر 2020 تيعطيكم ربي الغضب انا بغيت لكم الغضب بغيت لكم مصيبه يا المسمومين يا الحاقدين يا الكذابين يا المنافقين بزاف عليكم باش تكونوا مسلمين ما بان غير هو دعيتكم الله ياخذ فيكم الحق شوف اخويا الحسن انت راك راجل وغتبقى راجل الحمد لله راك راجل ونص ربي غادي يشفيك وما تخليش هذوك ولاد الحرام يطيحوا لك من المعنويات ديالك كون قوي بقى قوي كيما انت قوي وطلب الله والله اللي غادي يوقف معاك وخويا الزروالي راه ما يخليك لان خويا الزروالي اي حاله مشا ليها الا وكيوقف عليها حتى كتوقف على رجليها ولو وقف معك خويا الزروالي راه ربي غادي يوقف معك يكذب عليك لان داك الانسان مرضي الوالدين والمرضي الوالدين اللي مشى معاه ربي كيسهل عليه شوف اخويا الحسن سير الله يسهل عليك حنا راه حنا معاك الله يسهل عليك الله يعمر ربي يوقف معاك وهذ اللي مشوا يطيحوا لك القناه انا بغيت لهم مصيبه بغيت لهم المرضى ديالك انت ان شاء الله ربي حي... ربي يبرك وينوضك لوليداتك وهما بغيتهم يطيحوا الفراش عمرهم كامل باش يقيسوا ايوا المسي... المسمومين يا المغيارين يا المحسادين ها انتم بنتو على حقيقتكم مشيتو زعما طيحوا لي زعما القناه باغي تسمع صوتو وحنا اش جالسين كنديروا حنا راه كنا مع الحق حنا ما كنبغوش الظلم لا للظلم لا للظلم حنا ما الظلم حنا مع خويا الحسن حنا مع اي واحد مظلوم في هذه البلاد يلا بسلام عليكم اخوتي وتحيه لكم ودعيناكم الله ياخذ فيكم الحق يا اللي مشيتوا طيحتوا ليه القناه ديالو الله يعمر ربي يطيح لكم ان شاء الله الركابي ديالكم